احتفلت جامعة البلمان بتخريج 1516 خريجا من طلابها للعام الدراسي الحالي برعاية بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، وحضور ممثل رئيس الحكومة المكلف النائب سامي فتفت ووزير الدفاع يعقوب السراف وحشد من الشخصيات. وشمل الاحتفال الخريجين في فروع الجامعة كافة في لبنان من الحرم الرئيس في الكورة إلى عكار وسوق الغرب والأشرفية وسن الفيل. مع مرور السنة 30 على تأسيس هذه الجامعة، جامعة البلمنت، والتي بكل اعتزاز وافتخار صنفت هذا العام في المرتبة الثالثة بين الجامعات في لبنان ومن الجامعات المعروفة في العالم. يسرني أن أمنحكم الشهادات التي استوفيت شروطها مع كل ما يلازمها من حقوق وامتيازات وما يتوجب عليها من مسؤوليات. مبروك يا شباب. وتزامن تخرج هذه الدفعة من الطلاب وذكرى تأسيس الجامعة، وشهد عروضا متنوعة ولوحات فنية من تصميم الفنان عمر الرحباني وتنفيذه.